أنا خمس أيام أول مرة نجي لتونس، يعني عجبتنا مليحة. كيف نقولوا المدينة القديمة تاعكم مازلتوا محافظين، ودي يعني حاجة يعني إيجابية ياسر ياسر كما نقولوا حنا. ماكلتكم مليحة، كلينا ماكلتكم في الحمامات، حنا نازلين في الحمامات، رحنا المدينة تما سوق تاع المدينة، ما شاء الله كلينا كسكس تاعكم بالحوت ما شاء الله. ملوخية تهبل، الملوخية التونسية راهي الملوخية تاعكم. أول مرة يعني من السفورة ما يعني ما شاء الله وشفناهم يعني وش هو المعيشة شوية غالية بزاف، تالي ما شاء الله ما شاء الله يعني من السفورة ما المنتوجات يعني والله أنا تعجبني. أنا حقها بصراحة بالنسبة لي أنا نحب الأحذية، الجلد نحب الجلد، أنا الجلد التونسي يعني تفكر يعني مره في 1999 اخذت يعني مش عارف انتم واش تقولوا لها يعني حذاء الوالده يعني كان لها احسن شيء هديه لها خذته من تونس. الله يحسن لكم ان شاء الله ويبارك فيكم ان شاء الله. تونس انا عندي كيما الجزائر سي لا ميم شوز بي اغاب، وتونس حلوه برشا وناسها حلوين وحنا توانسة خاوتنا زير، وتونس كيف كيف نتحابوا مع بعض. يغفى حنا لي زالجيريان كي تقول تزيري تقول تونسي سي لا ميم شوز. ما شاء الله شفنا صوالح بزاف شابين في تونس، مثل السياحة عندهم مناطق سياحية كثيرة والأمور منظمة كثير في الأوتيلات، أمور منظمة كثير في الأوتيلات، يعني الامور كلش ماشيه. عندما يشوفوك سائح راح يستقبلوك باستقبال جميل جدا. من اروع البلدان ومن احب البلدان اللي نحب نجي، احنا ديجا تونس وجزائر شعب واحد، احنا نحبوا تونس بس كيما تقدر تقول من بلديه لبلديه. تونس عندي احنا في الحدود عنابه نجيبوا على ام طبول، ما نديوش وقت ياسر باه نكونوا احنا في يعني في تونس، ماشي حاجه صعيبه علينا. Thank you.